قلبي نكمل مع بعض. السؤال معانا بيقول لك the sum of measure of the angles of the sectors about the center of the circle. طبعا حضرتك هنا 360. يسألنا هنا التو مالها بالنسبة للبوزيتيف انتجر؟ طبعا هتكون belong. يقول لك the solution of the inequality. حضرتك هنا هتبدأ تعمل move لتو to the other side. هتلاقي ان الاكس هنا طبعا هتوديها بالماينس 2. هتلاقي الاكس هنا للزائد 5 ماينس 2 اللي هي 3. طب ايه هي الارقام اللي اصغر من ال 3 في الناتشرال؟ خلي بالك هتبقى عندنا عباره عن ال 2 وال 1 وال 0 عندك، فهتبقى الاجابه الاخيره. طبعا الترتيب مش مهم في الست. بيقول لك the image of the point 3 and 2 by translation 1 and 2. طبعا هتزود ال 1 وال 2 هنا وتبدا تجيب الريزلت. هتقول 1 plus 3 هتطلع equals 4، 2 2 هتطلع equals 4. يبقى الاجابه الاخيره السؤال الاخير. نكمل مع بعض. حضرتك بيقول لك هنا the length of a cube is 4، وطالب منك هنا ان انت تجيب التوتال سيرفيس اريا واللاترال. طبعا التوتال سيرفيس اريا 6 ال باور 2، يعني هتبدا تقول 6 تايمز 4 باور 2 اللي هي هتطلع ايكوالز 96. طب عايز يا مستر اللاترال، هتبقى عباره عن 4 ال باور 2 يعني 4 تايمز 4 باور 2 اللي هي هتطلع ايكوالز 64. حبيب قلبي السؤال الأخير طبعا هنا مستر بيقول لك find the result. حبيب قلبي سيبك من الكلام ده، الكلام ده ما يجيلكش. أنا يقول لك جيب لك السؤال ده وأنت حضرتك تحب. طبعا أول أنا عندي هنا base negative فباور even، الايفن بياكل النيجاتيف، هتبدأ تجيب السم للنيوميريتور، فهتبدأ تقول أنا عندي هنا base 2، ونجيب السم لل 3 مع ال 4 هيطلعوا equals 7 over يا مستر اللي هي 2 باور 5، وتبدا تجيب الديفرنس مستر هتطلع عباره عن 2 باور 7 ماينس 5 اللي هي 2 باور 2 اللي هي تطلع ايكوالز 4.